الله وبركاته. طبعا هذا تركيب شاشة رود ماستر جيمس 2010 2011. طبعا هذا تركيب الشاشة كما تلاحظون. هذا اليوتيوب طبعا فيها عدة مزايا. طبعا تم توصيلها مع شاشات الاندرويد الشاشات الخلفية كما تلاحظون الآن. هذا الشاشة الخلفية وهذا الشاشة الثانية. تم تركيبها مع الشاشات الخلفية كما تلاحظون. طبعا مع الكاميرا تم توصيلها مع الكاميرا مع كل شيء. تحكم ديركسون. هذا الكاميرا كما تلاحظون. طبعا عندنا حتى تحكم الديركسون. هذا هو تحكم الديركسون. تم ربطها بكل نظام السيارة. طبعا هذا في مركز الغرابي الرصراص خميس مشيد 05-72-3-72-2 مع تحيات أبو لؤي.